بالنسبة لي في دولة اسمها دولة حزب الله هي بتتعارض مع الدولة اللبنانية ووجودها مستحيل يعني بهاي الحالة ما نوصل لمحل يا حزب الله يا الدولة اللبنانية لا مش ضروري هيك طيب عم بسألك أنت أنا بنت الضاحية ربيت بالضاحية وبعرف الضاحية كثير منيح أنا أكيد ما بقبل لما الدرك بده يحكي معي ما يقدر يجي حدا من أمن حزب الله يحكي معي ما بقبل اللي يمشي السير بالضاحية حدا مكتوب على ظهره انضباط أنا هي بالنسبة لي مش مقبولة هي مش دولة بقى وبالتالي ما في إنكر حق أي طائفة ثانية تتبع نفس الطريقة لا لا لحظة هيدا مش عم مين كان يكون ان شاء الله جاي ايراني عم مشي السير بالضاحيه انت شو اللي خص انت مهم يمشي السير مش خلونا بالدوله خلونا بالدوله حزب الله هل الشيش اللبناني يدخل الى الضاحيه تعودتي على التركيب انت تعودتي على التركيب قلت مشي تفكيرك لا انا بحضر المنار لانه حضرت المنار تعودت على هذيك نقطه ما في له وضع غير من المريخ هيك شغلت اسمعني شوي هلا نحكي دوله ليش مشي ليش بالضاحيه المظاهره هلا حزب الله اذا رد عليها برصاص محلات ثانيه شوي هي عملت تظاهرات شايف مش نحن قاعدين خمسة ومش عم نقدر نحكي واحد واحد لأنه قالوا ديمقراطية مش عم نقدر في آداب للحديث إنه نيجي نحكي في خطاب نيجي بدنا نوصل الفكرة مش رح نوصل مش مع لبنان مثل مستقبل كل الطوائف الثانية يعني عم بيخوضوا تجربتهم مثل ما الطوائف الثانية خاضت تجربة قبل مستقبل الطائفة الشيعية في لبنان أكيد حيكون منسجم مع تاريخهم ومستقبلهم ما بتخيل حيكون شيء سيء ما بتخيل الشيعة هدفهم سلطوي بلبنان هن بدو يحكموا البلد الشيعة بدهم مشاركة بالبلد مع غيرهم هذا الشيء حققوه بتخيل بحافظوا عليه مستقبل باهر مميز مستقبل الشيعة بلبنان فرضين حالهم الشيعة باحترام وبمنطق وأخلاق